طيب، يعني تقريبا كل اسئلتي خلصت ووقتي انتهى، حتى اسئله السوشيال ميديا معظمها ردينا عليها. يعني الناس بتسال هي الكهرباء هتفضل تقطع ولا لا، ما انتوا صرفتوا عليها كتير، اعتقد ردينا على ده. لا، خليني اوضح الحته دي. اولا، مساله الكهرباء مساله عارضه مؤقته، مش سببها محطات الكهرباء، سببها يعني الوقود. فبالتالي يعني هو استاذ رميس، هي مساله الكهرباء اول ازمه تعدي على مصر. احنا عدينا مع بعض ازمات كتيره وتجاوزناها لكن هي بنجاح. فكره ان انفق عليها القصه ليست، ما هو ليست في لازم الشبكات، نفهم، يعني هو الموضوع ملوش دعوه بالشبكات، هي في الفيول الوقود. للطاقه يعني. طيب، بس محدش بيقدر يقول رايه بحريه، وبتقبضوا على الناس لما بتتكلم على السوشيال ميديا، فين توسيع المجال؟ مين قال الكلام ده؟ انا بقول لك الناس بتقول كده. لا، ما هو مش الكلام على ناس عاديه، يعني يعني الكلام ما انا على بقول لك ده لا راي ده ده الناس على السوشيال ميديا. لا الحقيقه ان الحوار الوطني كل من حضر جلساته، وحضرتك كنت شاهده على ذلك، اتكلمنا في كل القضايا بكل درجات الانفتاح، وما كانش في اي مشكله، والقادم ان شاء الله في المساله دي افضل. يعني بتختاروا الناس عشان هم اهل ثقه ونفاق؟ مصر مليانه مليانه ناس بتفهم، ليه مش بتختاروهم؟ مين اللي ما بيختارهمش؟ يعني ده كلام الناس لمرشحكم، انه الاختيارات هي اهل الثقه وليست اهل الخبره. لا، غير صحيح. الحقيقة ان كثير من المتخصصين موجودين، الحقيقة هناك اعتماد كبير جدا على اهل الكفاءة، وانا يعني المسائل بتاعت ابيض واسود دي الحقيقة مش سليمة، انما مصر بتستوعب كفاءتها. هو المجالس الاستشارية اللي حوالين سيادة الرئيس فيها افضل الكفاءات من كل التخصصات. هل مجالس الاستشارية دي ما زالت فعالة؟ موجودة يا فندم، وسيادة الرئيس عنده مستشارين كتار من كل المجالات ومن كل التخصصات ومن كل الاتجاهات السياسية.